يقود مباراة الليلة بمعية خميس الشامسي كحكم ثاني في مباراة يرقبها للجميع جاسم يوسف التميمي، هي مواجهة أمير شمسي الذي تواجد بالتأكيد على المستوى التدريبي بجوار شقيقة ضد ماركوس خافيهم اللي كان له تصريح مع تواجده في الدوحة بعد سفر 14 ساعة حول البداية الهجومية لكارلوس باربوزا من خلال أحداث هذه المباراة. لدينا في التشكيلة الرباعي الليلة الذي يلعب في هذه المواجهة كده فهيد شمسي بالنسبة لتأسيسات درياي بالرقم 9، محمد رضا سانكاسيفدي بالرقم 6، مصطفى نزري بالرقم 12، أبو القاسم جي بالرقم 14، حسين طيب بالجولي بالرقم 15. حارس المرمى هو مصطفى نزري. تتكلم من ابرز لاعبي كره القدم الايرانيه موجودين الليله لابطال اسيا، على راس فهيد شمسي 4 ألقاب لكاس اسيا مع منتخب ايران، 4 ألقاب على مستوى الانديه التي شارك من خلالها. تشكيله كارلوس باربوزا في تشكيله مباراه الليله: مارلون اروغو بالرقم 7، ديفيد باساني بالرقم 2، فيليب باسكوال بالرقم 4، برونو دياز بالرقم 12، رافائيل دوس سانتوس بالرقم 13 لتشكيله الفريق المدرب ماركوس خافيور. التسديد الى خارج ارضيه الملعب من رافائيل دوس سانتوس، كرة تذهب الى خارج ارضيه الملعب. شوف رافائيل مر وسدد بيسرى، كرة تذهب الى خارج ارضيه الملعب، رميه مرمى. نحن في عالم الفوتسال تختلف هنا الاحاديث وتختلف القوانين. والتسديد تتوالى التسديدات هذه المره من برونو دياس في احضان حارس المرمى مصطفى النازري، طويله الامام تبعد من دفاع الفريق البرازيلي. كلا الفريقين يرغب بالتعويض على حساب الاخر، هجوم عبر الجهه اليسرى وصل بهذه الطريقه خارج ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب، رميه مرمى خطيره كانت لفيليب باسكوال. شوف باسكوال كرته الى خارج ارضيه الملعب. 14 ساعه سافرها باربوزا من مطار ساو باولو الى الدوحه حتى وصل مساء الخميس، بدأ التدريبات مباشرة وهو في هذه البطولة يطلق القميص الأسود بالألوان البرتقالية، القميص الثالث في هذه البطولة. هنا الهجوم لهذا الفريق المتألق وله مناسبة لأن الفريق يحتفل حاليا بوصوله إلى العام 40، وبالتالي أطلق في الموسم الحالي قميص الأسود مع البرتقالي من خلال هذه البطولة بحضور هنا رئيس النادي فابيانو كير والمشرف لافوزيه مارتينيز وحضور المدرب. وتكلم المدرب ان الفوتسال وكارلوس باربوزا يعني كثيرا لفريق مدينه كارلوس باربوزا الموجوده جنوب البرازيل في ريو جراندي دي سول، لكن بالتاكيد الفوز لا ياتي الا بالعمل الجماعي الكبير من خلال هذه البطوله. صاحب الملعب الذي ابتدا في سنترو مونسيبال دي فينتوس قبل أن يتحول إلى بيجانيسيو دي ترمينيتا يصبح ملعبه حاليا في دوري كرة القدم البرازيلية. يسعى خطيرة الأول الأهداف، تألق لحارس المرمى، خطيرة ما زالت الكرة خارج المنطقة، والخطأ على من؟ الخطأ على البرازيلي فيليب باسكوا، خطأ لصالح مصطفى نازري حارس المرمى. كنا نتحدث على النادي الذي أتى بعد الفوز في الجولة الـ11 في الدوري البرازيلي على كورينشنز البيك تيماو بـ4 أهداف مقابل 3، هذه اخر مباراه خاضها قبل ان يخسر امام دينامو كييف 3-2، وبالتالي فرق الهدف موجود هنا او هناك من خلال مباراه الليله التي ابتدات بانتصار الريان وعوده الرهيب في هذه البطوله وفرص موجوده للرهيب للاستمرار. هو مجموعه صعبه وخسر بصعوبه امام انتر موفي ستار البطل التاريخي للبطوله والبطل التاريخي لدوري كره القدم الاسباني الاقوى في العالم. كره وسط خطيره للفريق الايراني، محاولة التوغل، عودة الكرة إلى الخلف، التمريرات حاضرة، ممكن نشوف التسديد، التمريرات موجودة. الفريق الإيراني بدأ التحرك، محمد رضا، نتكلم عن محمد رضا اليوم واحد من أبرز اللاعبين حتى على مستوى كرة القدم الإيرانية. تقطع الكرة من كابيتانو البرازيليين مارلون أروغو والأمام تذهب الكرة. لدينا فهيد شمسي 40 عاما في وسط الملعب، ولدينا محمد الرضا موجود من الأسماء الحاضرة، ولدينا في المرمى مصطفى نازري 33 سنة حارس المرمى مصطفى نازري، عنده 3 بطولات آسيوية مع المنتخب و3 بطولات مع الأندية. هجوم فهيد شمسي نجم لاتسيو روما في التمرير، وسط الكرة بهذه الطريقة خطيرة للفريق الإيراني لكن تغطية حاضرة. تمريرات موجودة للفريق الإيراني، تأسيسات درياي أبرز الفرق الحديثة في فوتسال كرة القدم الإيراني. التسديد، تمريرة في اللقطة الماضية كانت بلا عنوان،
من محمد رضا تذهب إلى خارجة الملعب، لدينا أسماء حاضرة حتى على مستوى مقاعد البدلاء، علي رضا وعلي أصغر، حسن زادة، حميد أحمد يدرج، محمد كاشي، فارس نصر بادي، هذه أسماء أيضا مميزة فازت بالعديد الألقاب في كرة القدم الإيرانية. يلعب هذه المباريات بعد هذه البطولة بأقل من شهر، سيتوجه لأسوية الصلاة وسيواجه المليك الأوزبكستاني والميادين اللبناني في البطولة الأسيوية، ومتوقع جدا أن يحافظ على اللقب بوصفه واحد من أقوى الفرق على المستوى الآسيوي. تمريرات الهجوم للفريق البرازيلي، سعيد تسجيل أول أهداف، كرة تذهب بالفعل تتجاوز خط ركلة التماس للفريق البرازيلي سالم عيد، واحد من حكام كرة القدم القطرية، بدأ كلاعب في الفئة السنية، والكرة مزات خطيرة، فازت قائمة داخل المنطقة، فهيد شمسي يتدخل بالتغطية وفي الشكل المناسب. حكم الوطني اليوم كرة لعب طويلة تذهب وسط الأحضان حارس المرمى البرازيل الذي لم يظهر كثيرا حتى اللحظة، ديفيد باساني، هجوم عبر الجهة اليمنى، عكسية، حول الكرة العكسية إلى الشباك، يعلن معها افتتاح باب التسجيل. شوف الكرة العكسية ذهبت بهذه الطريقة، حولها برونو دياز ببراعة في الشباك ليعلن عن هدف أول لكارلوس باربوزا أسوسياو فوتسا، الاختصار له الـ ACBF نسبة للأسوسياو كارلوس باربوزا فوتسال. هجوم إيراني سريع، التعادل ممكن، التصدي يأتي لديفيد باساري، هجوم خطير كان ليو النجم محيط شمسي أو فهد شمسي، كرة تذهب إلى خارجة الملعب، رمي مرمى، كرة تذهب من محمد رضا، سانجا سيفتي يسدد ويغادر أرضية الملعب، تغيير سريع من الأماكن حتى اللحظة، مباراة فيها خطأين على كارلوس باربوزا وخطأ واحد على تأسيسات، تمريرات متبادلة وسط بهذه الطريقة، استلام موجود، نشوف تسديد، الضغط موجود، شوف شوف الخبرة الكبيرة رغم السنين الطويلة، يعني لو تحدثنا فقط عن انجازات فهيد شمسي ما راح نخلص، خطيرة ممكن التعادل، التصدي حتى الآن لم تظهر روح التألق أمام فريق برشلونة سالا الذي يتصدر المباراة، هنا التسديد يأتي مثل ما شاهدنا في الإعادة في اللقطة الماضية، كرة وتأتي من البديل علي رضا فافاي، أصبح حاضر في أرضية الملعب علي رضا فافاي وسعيد أحمد عباسي موجودين في أرضية الملعب، تغيير لأغلب العناصر ما عدا فهد شمسي، خبرة الكبيرة ماجد حاجي باندي أيضا موجود، ثلاثة تغييرات من الخمسة الموجودين في الملعب، الفريق الإيراني يجد في البرازيلي خصم صعب، صاحب القميص البرتقالي مأخوذ من الفترة الكروية المميزة، فترة ظهور كرويف وزملائه وكرة القدم الشاملة، بعد ذلك تطورت ووصلت لمستوى عالي مع رينوس ميتشلز، والآن هولندا لا تتواجد في الأوروبا، وهنا فرحة برازيلية طاغية في المدرجات، حاضرين بالقمصان البرتقالية، شعبية كبيرة للفوتسال في البرازيل، نعم منها تأسست حتى عالم كرة القدم المعشبة، منها بدأ نجم في كرة القدم القطرية تواجد هنا فيليبي جورج، منها بدأ واحد من نجوم كرة القدم العالمية رونالدينيو غاوتشو، تبي تعرف اللاعب وأساسه الصحيح وفنياته وقدرته على المراوغة ابدأ فيه في الفوتسال، وهي تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة هنا في الدوحة، الكل يتابع حتى على المواقع الإلكترونية كثر الفوتسال والتغطيات الحاضرة في دوري كرة الصالات، وبالتالي الأمنيات بالتأكيد للريان في البطولة الحالية. عودة الكرة لأحضان حارس المرمى ديفيد باساني، تمريرات مع الفريق البرازيلي تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة التماس للفريق الإيراني الذي يحاول الضغط، يحاول التسجيل، يحاول تقليص الفارق أو يحاول تعديل النتيجة ثم التفكير بتقليص الفارق. على الحديث عن الصالات المغطاة، أنا طبعا في صالة رياضة الطمار القطرية، بس
نستضيف هذه المباراة صالة متميزة بكل تأكيد. حديث عن الصالة توجه الثانية طبعا للجنة الأولمبية القطرية وبالتحديد اتحاد الملاكمة تأهل بالنسبة لي أيضا اتحاد الأثقال تأهل رباعين وتأهل الملاكمين ليصل عدد البعثة القطرية القادمة بإذن الله تعالى في الريو دي جانيرو القريبة من كارلوس بربوزا إلى 36 فرد بالتوفيق تأكيد للرياضة القطرية. هناك كارلوس بربوزا لم يصل فوز بالدوري منذ فترة طويلة. التسديد الله ما زالت الخطورة تأتي من هذا الاسم فاهد شمسي. فاهد شمسي أسطورة كرة القدم. حنتكلم على مستوى الفوتسال أنت تتكلم عن لاعب عنده 8 ألقاب لوحده على مستوى كرة المنتخب الإيراني لكرة الصالة. التسديد والتصدي من فهد شمسي من 2000 ل 2008 فاز ب8 ألقاب آسيوية مع منتخب بلاده، فاز بلقبين مع الأندية فولاد نهان وتأسيسات دريائي البطولة الماضية، هو الذي قادهم للقب الأول في تاريخهم واللقب الثاني في تاريخه هو كلاعب كأسطورة لكرة الصالات. وعلى المستوى التدريبي أيضا هو الذي فاز مع تأسيسات دريائي بالدوري الإيراني، إذا هو فاز كمدرب وكلاعب وينتظر الفوز كمدرب وكلاعب على مستوى الأندية الآسيوية، وبالتالي لأنه فاز كلاعب لكن لم يفز كمدرب. فهيد شمسي نجم كبير في كرة القدم، أفضل لاعب في آسيا في 3 مرات، أفضل لاعب في البطولات الآسيوية، وأفضل لاعب حتى في البطولات القارية، والهداف في كل الأحوال في كرة القدم، هداف العالمي ب 390 هدف في كل الأوقات بالنسبة للعبة كرة الصالات. أنت تتكلم عن أسطورة أصبحت عالمية وأفضل مدرب في الدوري الإيراني مع ديبيري تبريز وتأسيسات درياي. إذن هو لم يتفوق فقط كلاعب، أيضا يتفوق حاليا كمدرب، ابن اللعبة وعايش مع اللعبة. خطأين بخطأين لكلا الفريقين، لكن ما زال التقدم لكارلوس باربوزا بأقدام برونو دياز. كرة تصل، هجوم الكرة حاليا، تصل الكرة لحضان حارس المرمى ديفيد باساني، تبعد في اللقطة الماضية من إدواردو ريس، أصبح حاضر في أرضية الملعب، سجل بالأمس إدواردو ريس ضد دينامو أوكييف. كرة الفريق الإيراني السهلة في حضان الحارس، تمريرات، كرة عادت إلى الخلف بالنسبة للاعبي فريق كارلوس باربوزا. تنقل الكرة بالتأكيد مع الزميل خالد القحطاني، الزملاء بمعية المدرب نادي قطر والمدرب الأول قطريا في الاحتراف على مستوى التدريب أحمد المناعي، والمدرب الخبرة طارق الليثي. بالتأكيد راح يكون تحليل كبير لمباريات هذه البطولة والفنيات الموجودة. 3-1 يلعب فيها الفريق البرازيلي. كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب من الرقم 5 فرانشيسكو بيريرا. بيريرا في الخط الخلفي يعود إلى الخلف مع إدواردو ريس ويتركان المقدمة للرقم 9 كيفن فارياس ودينير دا سيلفا 15. تبعد من حارس المرمى مصطفى نزري. سيلفا في الأمام ينتظر الكرات بكل تأكيد وحيدا في بعض الأحيان وأحيانا بمساندة كيفن فارياس. خطيرة، الله كاد أن يسجل هذه المرة، كاد أن يسجل دينير دا سيلفا، لكن كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب سنتيمترات قليلة من شباك مصطفى نزري. تالي مع البطولات الكبيرة يبدأ تجميع أبرز اللاعبين في كرة القدم، وكرة القدم بالنسبة للصالات الإيرانية خطيرة. كرة خطأ واعتراضات الجانب الإيراني، جانب تأسيسات على الكرة الماضية، أصبحت 3 أخطاء. بعد الخمسة هناك ركلة جزائية تحتسب، حتى الآن الأمور تمشي بشكل سريع وممكن نشوف ركلة خطيرة. دا سيلفا داخل منطقة الجزاء تبعد، خطيرة، التمريرات موجودة
الدفاع الإيراني الكل متراجع إلى الخلف. اللعبة بهالطريقة ترعد من ماجد حاجي باندي إلى خارج أرضية الملعب. استلام موجود سريع الفريق الإيراني. 2-3 أصبحوا عدد اللاعبين فأصبحت صعوبة في المرور على سعيد أحمد عباسي. وهناك خطأ صافرة سالم عيد للمتابعة القريبة. استغل فيها تغييرات لكلا الجانبين، تغييرات سريعة من مكان واحد ما بين الخطين الأبيضين اللذان في المواجهة. بينما تشاهدون أمام كل دكة بدلاء هناك خطين أبيضين. خطأ وركلة حرة للفريق الإيراني. فهد شمسي يسدد بقوة خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. رمية مرمى للفريق البرازيلي. اللعبة سريعة عادة للخلف. تمريرات متبادلة بين لاعبي كارلوس باربوزا. تلعب خلف الدفاع، تغطية موجودة. محمد زاري سفارجي يتركها إلى الخارج. ثلاث أخطاء على كلا على الفريقين. وضعت اللاعبي كارلوس باربوزا. ممكن نشوف هدف ثاني تسديد يموه بشكل جميل. الله، تألق في اللقطة الماضية لنزري عادت من جديد إلى خارج أرضية الملعب. دائما ما يشكل الخطورة والفارق في هذه المواجهة كيفن فارياس وفينيسيوس دياز. الرقم 10 سدد دياز في اللقطة الماضية. حارس المرمى يصاب وبالتالي يتلقى العلاج مصطفى نزري. بطولة العالم للصالات الكاب كانت عبارة مثل ما ابتدأت بطولة العالم للقارات في كرة القدم الملاعب المعشرة، كان بين بطلي أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا. غير رسمية من الفيفا شهدت فوز 4 فرق برازيلية وفريق إسباني واحد وفريق روسي. كارلوس باربوزا كان أيضا من الفرق التي فازت بالنسخ غير رسمية، وآخر نسخة غير رسمية فاز فيها كارلوس باربوزا على دينا موسكوفا في روسيا. هذا من أوائل الألقاب التي ابتدأ بها وبقوة في 2004. النسخة الأولى رسميا هزم بليز دي كاستيلون في برشلونة 6-3، وعاد لتكرار المحاولة والفوز في 2012. الهجوم تغطية حاذرة. وهزم انتر موفي ستار المشارك في هذه البطولة ب4-1 في ملعبه وفي مدينته كارلوس باربوزا. واخر مباراة كانت بالخسارة امام دينامو موسكوفا 5-1 التأهل في 2013 جرين سبورو في الولايات المتحدة. اخر مشاركة لكارلوس باربوزا على مستوى مباراة اللي كان بهذه الطريقة قبل ان تتغير حاليا في الدوحة لتصبح عبارة عن فرق من كل القارات ومجموعات. تنشر فريقين من البرازيل وفريق من قطر ومن ايران ممثلين القاره الاسيويه من اوروبا. فريقين تواجدان في مجموعه حاليا. هنا الهجوم، التقدم، ممكن نشوف التسديد. او عده فرق من اوروبا موجوده وايضا امريكا اللاتينيه واسيا. بالتالي بدايه جميله للبطوله لدينا فريقين من اسبانيا، انتر موفيستار وبرشلونه. قطبي كره القدم في الفوتسال في اسبانيا. الغريب ان لا تشهد مشاركه فرق من افريقيا، يبدو ما فيها طبعا حاليا بطولة أندية منتخبات وأهل الكأس. تمريرات للفريق البرازيلي، بدأ التحكم أكثر بالكرة. وريليو ساد، فايد شمسي ممكن يبدأ هجوم، يتباطأ مع الضغط الموجود. إبرسك الحاضر التسديد. الله الله في الكرة الماضية. إحسان طيب بالجولي، طيب في اللقطة الماضية سدد بكل قوة تصدي الحارس المرمى للفريق الإيراني بطل الدوري في إيران في آخر موسمين السوبر ليج. حين ابتدأ من القسم الثاني من الدوري وصعد كثاني
الصاعدين، وفي 2014 حل في المركز العاشر في أول مشاركة له في الدوري الإيراني للدرجة الأولى، ومن ثم بدأ السيطرة على كرة القدم الإيرانية، تلعب الكرة طويلة ونقلها إلى السيطرة الآسيوية، وهكذا أيضا ابتدأ كارلوس باربوزا، لكن كارلوس باربوزا أخذ الموضوع شوي باستطالة. اللعبة كانت متقدمة وما زالت متقدمة البرازيل، لكنها ما كانت موجودة في العالم بالشكل الذي نشاهده حاليا. البرازيل لا يعرفون أن الكرة من الصالات تبرز العديد من اللاعبين. دفع والخطأ الرابع، عليهم الحذر البرازيليين. رافائيل دوس سانتوس في الكرة الماضية فيها دفع على دوس سانتوس، تلعب هجوم عبر الجهة اليسرى، تمرير خطير ممكن التعادل، فإن شمسي أجل والكرة إلى خارج أرضية الملعب. خطير خطير فهد شمسي، كرة تبتعد عن المرمى. تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تغطية موجودة في أحضان حارس المرمى. يلعب الكرة بالنسبة لي نازل. الكرة لا طيب بجولي فهيد، فهيد بجولي، بجولي هناك خطأ على حسين طيب بجولي، يعترض على حكم المباراة خميس الشامسي. لا اعتراضات الأصوات التي تعازر الفريق الإيراني في الدقائق الماضية، أربع أخطاء لكل على كل الفريقين. هجوم والتسديد، الله نزل بزرق شوط المباراة الأول. تصبح 2-0، تصبح 2-0. اقتناصه في الكرة الماضية، شوف ما خلاها من مصطفى نزري، مباشرة عاجلها بتسديدة تذهب في الشباك. وقت مستقطع بالتأكيد يطلبه أمير شمسي لإعطاء التعليمات للفريق الإيراني، يحاول بشكل مستمر، لكن الأهداف هي من تصيب شباكه في هذه المواجهة. نعم هدف ثاني، هدف أول لبرونو دياز، وهدف ثاني عن طريق رافائيل دوس سانتوس. في الدقائق أو الثواني الأخيرة في الدقائق الأخيرة، خمس دقائق هو الوقت المستقطع حاليا لهذه المباراة. أمامنا باربوزا البرازيل كارلوس باربوزا، وتوجيهات مستمعون لماركوس Toda hora nós temos uma referência, então os três que vão sair ali atrás tem que sair curto, pô. Sai curto, volta em linha de passe. Sai curto, pô, para, bola, rápido lateral e sair rápido da bola. Vai, para. Tem que ter uma adrenalina, passar a jogar com mais consciência. Carlos Barbosa, o فريق الإيراني للأمام بحثاً عن هدف التقليص الفارق قبل أن يصبح الآن. قبل ذلك كان يبحث عن التعادل، الآن يبحث عن تقليص الفارق لبطل الدوري البرازيلي. أربع مناسبات، 2001، 2004، 2006، 2009، وبطل الإنتر كونتيننتال 2004، 2012. إضافة 2001 على المستوى الغير رسمي. الآن أمام البطل الأكبر، بطل تاكا برازيل دي فوتسال، بطل الكامبيوناتو غاوتشو. طبعا الكامبيوناتو غاوتشو هي إدارة مقاطعة ريو جراندي دو سول جنوب البرازيل، حتى على مستوى كرة القدم في الملاعب المعشقة. بطولة المقاطعات التي تبدأ بداية الموسم، هو فاز بهذه البطولة في عديد الألقاب، تسع ألقاب. خطأ أصبحت خمسة، كارلوس باربوزا عليه من الحذر. هذا هو سالم عيد يؤشر بالرقم خمسة، خطأ الذي بعد ذلك ستكون هناك ركلة جزاء سيبحث عنها كثير لاعبي الفريق الإيراني. مرة الكرة تقطع، بداية هجوم سريع لمارو باروكو، ثلاث دقائق خطير الفريق الايراني، ممكن الهدف، الله عادت من جديد الخطوره، التسديد تصطدم، وتغطيه وقتاليه حاضره في اللقطه الماضيه لمارو باروكو الكابيتانو. وقت مستقطع يطلب من هذه المره من ماركوس خافير، كل فريق له الحق ان يطلب وقت مستقطع في المباراه. هنا فرصه الفريق الايراني كيف ضاعت، ستاتي التحذيرات حاليا،
سداد التحذيرات لماركوس خافير. تطور كثير في هذه الكوبا. كورينشيانس ما كرة القدم المنصرية. جولو بيريز جولو بيريز نزدیک هم نزدیک هم پنج خطان بایی شمسایی بایی توجیه پنج خطان پنج خطان مونتا موزه جلو نده مهر دارید میزه مونده پنج درگاه مونده وقت داریم وقت داریم بری تو زمین عوض علی من مزاره بیا عوض باسه بزن بزن سوتو بچه باری کرد شمسياي بأنه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أقل من خمس دقائق على النهاية، وبالتالي هو مطلوب منها أن يسجل طبعا هنا في هذه الصالة الجميلة، صالة قاعة رياضة المرأة في منطقة تسباير، واحدة من الصالات التي تستضيف مباريات هذه البطولة بالإضافة لصالة علي بن حمد العطية. مباراة المجموعة الأولى هنا مباراة المجموعة الثانية. هنا نشاطات المرأة وإنجازاتها. هنا الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، لكن ليلى هي فرصة للفوتسال العالمية لإظهار مهاراتها والتعلم من أبرز التقنيات الجديدة خاصة بالنسبة لمدربي الفوتسال ولاعبيها. عجل لياقة كبيرة، 4-4 والحارس الخامس، أمر مو بسهل. شوف مشجعين كبار في السن لكن بروح الشباب، يشجعون شباب فريقهم كارلوس باربوزا ابناء مدينتهم. هجوم تبعد بالراس من فهد شمسي الى خارج ارضيه الملعب. يترك ويغادر بجولي، مجال للاعب اخر. يرغب الفريق بتسجيل هدف واحد على اقل التقدير، والذي سجل شباك برشلونه عدد الاهداف لكنه بالتاكيد لم ينتصر. هجوم خطير، برشلونه اصبح لديه 6 نقاط يقود الصداره في الاستلام، وسواجه كارلوس باربوزا في الموقعات القادمه في الاستلام بشكل جميل. فينيسوس او دو سانتوس صاحب الهدف، وسط الى فينيسوس دياز وضعه الفريق الايراني. فهيد شمسي، فهيد يقف على الكره يسدد تصطدم، فهيد اخر الكره الماضيه بلا داعي، عادت لمحمد شاجاري. شاجاري يسدد داخل المنطقه، ممكن هدف اول تصدي للدفاع البرازيلي تذهب الى ركله تماس. فافالي، فهيد في التمرير ممكن نشوف التسديد يفضل المراوغه لكن مباراه يقول سامعين يقول ما في شيء، يقول ما في شيء، ويشهر بطاقه صفراء اولى في مباراه الليله من نصيب اللاعب رقم 14 ابو القاسم جي. يعترض ابو القاسم جي، الكره تصبح ركله تماس الفريق الايراني فيما امير شمسي يعترض من مكانه. كان يطالب بخطا لان هذا الخطا سيكون السادس، وبالتالي هناك ركله جزاء كان ممكن معها ان نشاهد هدف اول الفريق الايراني اذا ما ترجمت صح في شباك ديفيدي باساني الذي لم يختبر كثيرا بشكل جدي. باساني تصل إلى الكرة، استلام موجود، مرور التمرير تذهب سالة في حضن حارس المرمى بالخطأ إلى خارج أرضية الملعب. بن محمد شجاري في الاستلام، لاعبي الفريق البرازيلي يتبادلون التمريرات السريعة بين برونو دياز وبين الذي يغادر حاليا فينيسوس دياز. تصل الكرة إلى الحارس مصطفى نزري، يلعبها طويلة، تعود من جديد الفريق البرازيلي فرصة هجوم جديد بحثا عن الثالث. حسب خلال الشوط الأول شاهدنا برشلونة كيف سجل 3، بعد ذلك حاول دينامو كييف تقليص الفارق ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين، لكن لم تكن كافية للفوز على برشلونة الذي يتصدر مباراة هذه المجموعة. الأرقام القياسية بالكرة الإسبانية مستوى الفوتسال مع انتر موفيستا. خطير الفريق البرازيلي الثالث، ممكن المرور والتسديد. نازر يتألق، نازر يتألق ويتصدى لهجوم كيفن فارياس
لاعب كارلوس باربوزا خطيره، ممكن تسديد على حدود المنطقه، تقطع الكره عاد من جديد. الفريق الايراني ما زالت قائمه، ممكن الكره كثيرا، بحثا عن هدف او بحثا عن خطا، ممكن يسدد الكره، تصطدم تذهب الى خارج ارضه الملعب، ركله ركنيه. تاسيسات درياي هذه من العاصمه الايرانيه طهران، بطل الدوري ايضا في مناسبتين مثل ما تحدثنا، وبطل اسيا في مناسبه. كره تصل سهله في حضان الحارس، طويله والاستلام موجود، سهله في حضان حارس المرمى. الفريق العام في اسيا 2015 تاسيسات درياي، الفريق الاسيوي المميز الذي يضم في جعبته افضل الهدافين وافضل اللاعبين على مستوى القاره الاسيويه وعلى مستوى الدوري الايراني للفوتسال. هجوم محاول تقدم، لكن بالتاكيد ايران اذا كانت هي زعيمه امبراطوريه الفوتسال الاسيوي فهي تواجه واحده من زعماء الفوتسال على مستوى العالم وامريكا اللاتينيه البرازيل. كره خطيره، ممكن هدف اول، جول الاول علي رضا بطاي، اول هدف في المباراه للفريق الايراني، ياتي هدف تقليص الفارق في توقيت مناسب، الدقيقه 19 تعلن عن تقليص الفارق للفريق الايراني. شوف باباي سدد كره مرت بهذه الطريقه، نعم سجل الفريق الايراني، نعم اصبحت النتيجه 2-1 حاليا. ممكن نشاهد شوط ثاني فيه إثارة، هذا مكان يبحث عن تأسيسات قبل مغادرة أجواء شوط المباراة الأول، التقليص ثم التفكير في تعديل النتيجة. استلام موجود، كارلوس باربوزا، المهمة التي تبحث عنها ليست بتلك السهولة. الفريق الإيراني ما أجمل أن يحصل خطأ سادس. اللعب ركلة التماس، وصلت للكابيتانو مارلون أروغو، أروغو التمرير مع الرقم 4 فيليب باسكول، حارس المرمى ديفيد باساني يسدد، تصطدم في زميله، عادت من جديد باسكول، في خطأ على الفريق الإيراني. أصبحت 5-5، أصبحت 5-5، وما في حد أحسن من حد. زهير الشامسي يواجه اعتراضات الرقم 11 سعيد أحمد عباسي. خطا وركله حره للفريق البرازيلي، ثلاثه على التنفيذ. مارلون أروغو بالرقم 7، رافائيل دو سانتوس صاحب الهدف الثاني، وفيليب باسكول تترك الكره لباسكول، فضل التمرير، طالب بخطا بالنسبه للفريق الايراني. حكم مباراه يقول ما في شيء، كل جاي بان خطا حالي يعني ركله جزائيه. الايرانيين يعرفون بان معها سياتي التعديل، البرازيليين يعرفون بان ممكن معها ياتي زياده الفارق. فهد شمسي كره تذهب الى ركنيه، فهد يحاول ما شاء الله عليه وكانه في سنوات العشرينات وليس في الاربعينات، لكن الخبره الكبيره، يعرف متى يتحرك واين يتحرك ومتى يسدد وكيف يسدد. نتكلم عن اللاعب والمدرب بالنسبه للفريق، هو الذي يقود كل شيء في الملعب، هو الذي يخطط لكل شيء في الفريق، هو الذي يشارك في التنفيذ، ليس فقط يخطط ويدير بل يشارك في التنفيذ، وصفة القائد. عباسي إلى الخلف، شاجاري، شاجاري عادت إليه من جديد، فهيد شمسي يمرر الكرة في الثواني الأخيرة الشوط الأول الطول، الكرة على عباسي، تذهب إلى ركلة تماس، تلعب سريعة، تمريرات برازيلية، تقطع الكرة في غيبوبة في الأمام، رافائيل دو سانتوس يجلس وحيدا، وبالتالي الكرة تقطع من الدفاع الإيراني، تعود من جديد، تمر خطير فايت شمسي، ممكن التعادل بفضل التمرير، تسديدة سهلة أرضية، سهلة جدا، ديفيد باساني يتألق الإمساك بالكرة. مباراة صعبة جدا على كل فريقين، عمل التسجيل لا تمر بسهولة، وهي بطولة ما فيها سهولة في التسجيل. شفنا انتر موفيستار ريال امس فقط 3 اهداف،
من واحد للتمام في السابق. ماجنوس فوتسال هزم بنفيكا 4-2، كانت نتيجة كبيرة بالأمس. بقت المباراة فيها تتراوح بفارق واحد، بفارق هدف واحد. هجوم الفريق الإيراني، السعيد التعديل آخر 3 ثواني، ثانيتين خطيرة، تنفيذ جول. الله، تضيع الكرة مع آخر ثانية عن طريق اللاعب الإيراني مصطفى، أو اللاعب رقم 12 أو 15 في اللقطة الماضية، حسين طيب بجولي. معها يطلق حكم المباراة صافرته سالم عيد، يعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم كارلوس باربوزا البرازيلي بهدفي برونا دياز رافائيل دوس سانتوس، قبل أن يقلص الفرق علي رضا فافاي لتأسيس هادرياي. العودة بالكلمة والصوت والصورة. شوط المباراة الثانية بالتأكيد يبتدأ بين كلا الفريقين رغبة لتأسيسات التعديل نتيجة هذه المباراة، فيما الرغبة الأكبر للفريق البرازيلي لزيادة الفارق التهديفي لهذه المواجهة. كرة اللعب تقطع الفريق البرازيلي، وخطأ أول على فريق كارلوس باربوزا لدى الكابيتانو مارون أروب. التسديد سيكون حاليا الركله الحره، الريان انتصر طبعا على ماجنوس فوتسال 4-2، انتصار كبير للريان بالتوفيق باذن الله لممثل كره قطريه في البطوله. هنا لدينا التسديده والركله الحره، فهيد شمسي ينفذ الكره تسدد، عرضيه الصدم عادت من جديد، فهيد يسدد، تعود مره اخرى اروغو، تلعب الكره طويله في الاستلام، موجود الفريق البرازيلي للتسديد، أروغو يفضل التمرير في نهاية المطاف، الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، تذهب إلى خارج أرضية الملعب لحارس المرمى مصطفى نزري. ضغط موجود على حامل الكرة بالنسبة للبرازيلير في المقدمة، رافائيل دو سانتو صاحب الامتياز حاليا لأنه من سجل الهدف الثاني. فهيد شمسي يترك المباراة لأول مرة، يبدأ التوجيهات من خارج المستطيل الأزرق في وسط الملعب. أروغو في التمرير، تذهب إلى خارج أرضية الميدان، ركلة التماس لصالح الفريق الإيراني هنا في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار بطولة القارات للصالات. كرة الفريق الإيراني تقطع لصالح الفريق البرازيلي، بداية هجوم سريع خطير، الانفراد في المرمى، جول جولاتزو برونو دياز، ينجم عليكي كارلوس باربوزا في إحراز الهدف الثاني له والثالث لكارلوس باربوزا البرازيلي. نعم، ينجح في الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الثاني في إضافة هدف جديد لنجم المباراة الأول. يا سلام عليك، شوف المراوغة في اللقطة الماضية، شوف برونو دياز كيف يسجل أول أو ثاني أهدافه، ثالث أهداف فريقه. الرد الإيراني يأتي والتصدي للحارس ديفيد باساني في مباراة الليلة. تلعب الكرة، محاولة المرور والوصول الإيراني بدل أن يبحث عن التعادل الآن يبحث عن تقليص الفارق من جديد. وعاد إليكم من جديد الفريق الإيراني لمحاولة إحراز هدف ثاني، تصبح 3-2 إذا ما أراد بعد ذلك التعديل. الأمور صعبة، ليست بالسهلة، فوارق الفنية بالتأكيد يعي الإيرانيون بحجمها في البطولة. خارج أرضية الملعب ركلة التماس، خواتيم مبارك على الجميع في بطولة حالية. جاء رمضان المبارك والأجواء الرمضانية في زحمة البطولات الرمضانية هنا في الدوحة، ضاف إليها هذه البطولة الخاصة بالفوتسال. تذهب الكرة لخارج أرضية الملعب، أصبحت 3-1،
تمريرات خلف المدافعين خطيرة، ممكن هدف، تدخل دفاع على ديفيدي باساني، معها تظهر البطاقة الصفراء الأولى على الفريق البرازيلي في لقاء الليلة، هي من نصيب حارس المرمى ديفيد باساني. هذا هو ديفيد باساني حارس المرمى الذي يتلقى بطاقة صفراء. شوف الإعادة من خلال أحداث هذه المواجهة، ما زالت فيها النتيجة تقدم الفريق البرازيلي. كارلوس باربوزا أسوسياو بثلاثية مقابل هدف واحد، برونو دياز هدفين، رافائيل دا سانتوس مقابل هدف لأبو القاسم جي، ركلة حرة، فهيد شمسي على التنفيذ، أمامه لاعبين في الحائط، كرة، جول، جولازو، الأسطورة فهيد شمسي ينجح في إحراز الهدف الثاني لصالح الفريق الإيراني. نعم، يقلص الفارق من جديد فهيد شمسي. هذا فهيد شمسي اللاعب الإيراني، مثل ما نشاهد الكرة الماضية بمساعدة الدفاع، حول الكرة الماضية عن طريق الخطأ اللاعب البرازيلي كيفن فارياس. فهيد شمسي بعد دقيقة واحدة يقلص الفارق. نعم، الخبرة لا غنى عنها في مباراة الليلة، التسديد تصطدم، تصطدم وعادت الكرة والكرة من جديد، محاولة الهجوم، فهيد شمسي مع بداية أحداث شوط ثاني بعدها بثلاث دقائق وأربع دقائق، لنشاهد مجهود كبير. تلعب الكرة، التسديد تذهب إلى خارج أرضية الملعب، 3-2، مباراة جميلة في انتظار التعادل للفريق الإيراني أو زيادة الفارق للبرازيلير. تمريرات حاضرة، برونو دياز نجم المباراة المتألق، صاحب الرقم 12 في تمريراته الرائعة اليوم، ضغط موجود على حامل الكرة، كمية الأخطاء حتى اللحظة، 2 على الفريق البرازيلي، خطأ واحد على الفريق الإيراني. عادت الكرة إلى ديفيدي باساني حارس المرمى، باساني يمرر الكرة، استلام موجود، صراع موجود بدني أفضل للاعبين البرازيليين بكل تأكيد، القوة الجسمانية إلى صاحب الهدفين المتألق، يحاول المرور، ينجح في المرور، فهيد شمسي يسدد، أحضان مصطفى نزري حارس المرمى، الخبرة الكبيرة، الألقاب الآسيوية الكثيرة أيضا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب الإيراني، التيم اللي فوتسال، ممكن تشوف بديل هنا، ممكن التعادل، الله، خارج أرضية الملعب، تسدد في اللقطة الماضية من محمد رضا، تلعب طويلة خلف المدافعين، تغطية موجودة، مؤازرة موجودة للقلة من الجماهير الإيرانية فيما تتابع الجماهير البرازيلية بهدوء. الله، فهيد من جديد لواحد من أساطير كرة القدم العالمية على مستوى الفوتسال. نعم، برافو لهذا اللاعب الكبير الذي ما زال يواصل مشواره في عالم هذه اللعبة، ونجح في دفع الكرة الآسيوية للتقدم كثيرا بفضل وجوده في مقدمة المشهد الآسيوي بالنسبة للعبة الفوتسال. نتكلم عن أكثر اللاعبين تسجيلا على مستوى كرة القدم في بطولات الفوتسال، هداف بالفطرة، لاعب خبرة ويعشق. باساني تذهب من المهاجم في المقدمة، رودريغو مونتينيغرو، تغييرات كثيرة، تلعب الكرة الآن، السلام موجود لصالح الفريق الإيراني، أبو القاسم جي من البدلاء الموجودين، ماجد رئيسي أصبح حاضر بالرقم 10 في أرضية الملعب، قاسم جي يمرر، فهيد، فهيد يسدد، اعتماد دائما على تمرير الكرات لفهيد، اللاعبين محاولة الظهور بشكل أفضل بشكل أكثر لأنهم يعرفون أن فهيد مراقب بالتأكيد، يحظى برقابة الفريق، خطيرة، الله، شوف اللقطة الماضية، تصدي أمام كرة محمد شجاري، عاد من جديد فهيد،
لم يزعزع الهدف البرازيلي من محاولات الفريق الإيراني. أتى التعادل سريعا. فهيد بمساندة المدافع وما زال التقليص مستمر في انتظار التعادل بالنسبة للفريق الإيراني. هذا راح يصب في مصلحة برشلونة في الوصول، ولأن برشلونة مرشح للوصول إلى أدوار أكبر مع إنتر موفي ستار. طبعا مجموعة الأولى والريان الليلة دخل في حوار الصعود، دينامو كييف ممكن أيضا. إذا ذلك على الفريق الإيراني يعرف أن مهمة كارلوس باربوزا أمام برشلونة ممكن تكون صعبة جدا، صعبة كثير، موضوع مو سهل. لكن الفريق الإيراني إذا تعادل في مباراة الليلة بيحاول يفوز على دينامو كييف، وأيضا أنها ليست بالمهمة السهلة. فهيد خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية حاجة فقط إلى بعض التركيز للفريق الإيراني. يفتقد التركيز العديد من الأحيان، وبالتالي هو دائما ما يلحق الفرق من أجل التعادل. تلعب الكرة الخلف، تسديدة فهيد مرة أخرى، التصدي لإدواردو رياس. هجوم برازيلي سريع، اثنين ضد اثنين، مرة الكرة، الله تضيع للبرازيليرو فينيسيوس دياز. تدخل المدافع في التوقيت المناسب، عطل من الكرة وبالتالي صعبها على دياز. شوف عاد من جديد إلى دياز، هجوم إدواردو رياس. مجموعة من اللاعبين المداورة بينهم، فيليب باسكول أثناء المباراة، إراحة مجموعة، أعطى فرصة لمجموعة، التجانس مطلوب بالتأكيد بين هذه المجموعة. التسديد، الله، نزري، نزري يتألق، ما زال يحافظ على نزر كبير من تألق فريقه في مواجهة الليلة. تغطية حاضرة لشاجاري، وهنا في مواجهة أسوسياو كارلوس باربوزا فوتسال، والتسديد للباربوزا خارج أرضية الملعب. هنا في مواجهة باشكا فوتسال، شركة مهندسي تأسيسات درياي، شركة الهندسة والبناء، في مواجهة القادمة من طهران في مواجهة فريق المدينة الآتية من جنوب البرازيل. كرة في أحضان حارس المرمى من الريو غراندي دي سول، ريو غراندي دي سول التي أخرجت لكرة القدم العالمية معروف رونالدينيو غاوتشو، نجم كرة القدم البرازيلية السابق لأكثر الأندية البرازيلية، والبروز طبعا مع باريس سان جيرمان، ومن ثم البروز الأكبر مع برشلونة الإسباني والوصول العالمية. خطأ، خطأ على فيليب باسكول، أصبح ثلاث أخطاء مقابل خطأين. وهنا متابعة الكوتش ماركوس خافير، ركلة حرة لفهيد شمسي من جديد، يسعى لأن تصبح 3-3، يرغب بأن يقوم تأسيسات بتأسيس التعادل المؤسس للانتصار، ممكن أن يأتي، لا مستحيل في عالم كرة القدم. فهيد شمسي يتقدم ويسدد، تصدي الحارس البرازيلي ديفيدي باساني في مواجهة فهيد من جديد، ركلة تماس في الشوط الثاني سريع، تبعد بالراس مرة أخرى، الدخول بالقدم في لمسة يد، في لمسة يد وخطأ على ماجد رئيسي. اللعبة سريعة في وسط الملعب، اللعبة بهذه الطريقة خطيرة، فيها دفع، حكم مارش يقول ما فيها شيء، سالم عيد يقول ما فيها شيء على دينير دا سيلفا. شوف هنا كيف أبعدت الكرة، استلام موجود، محاولة المرور، أبو القاسم جي، جي ما زال يحافظ على الكرة، تمريرة من لاعبين، وصل بهذه الطريقة، دفع، وبالتالي في خطر صح الفريق البرازيلي منذ البداية. 3 أخطاء، أصبحت 3-3،
والنتيجة ما زالت 3-2. والفريق الإيراني تأسيسات، يمني الناس بأن تصبح نتيجة المباراة نفس نتيجة الأخطاء. خطيرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولات الرقم 15 دينير دا سيلفا. شوف كرة دا سيلفا كيف ذهبت إلى خارج أرضية الملعب بين أقدام الرقم 6 محمد رضا. حتى المرور من أبو القاسم جي، وصل ملعب فهيد وانتو بشكل جميل مع رضا إلى الخلف. فهيد، فهيد يمرر، خطأ رابع على الفريق الإيراني على الرقم 11 سعيد أحمد عباسي. شوف عباسي يعترض على قرار سالم عيد، بس الكرة تبعد إلى خارج الملعب. صافرة موجودة، بين شمسية تلقى مجموعة من التعليمات أو يحاول ربط إشارة الكابتن. إشارة الكابتن بالأزهر، تلقى التعليمات من أمير شمسي. تأسست دريا هيك في مباراة الليلة. حكام المباراة والمراقبين حاضرين، حكم الثالث طبعا شريف رشوان، والميقاتي هو مارك بيركت، حكم والمراقب. صار حكمين وحكم ثالث ومراقب للمباراة. اللاعبين الفريقين كارلوس باربوزا وتأسيسات دريال مارك بيك والجوار جاسم التميمي. جاسم يوسف التميمي، وبالتالي نلعب على بعد حوالي 10 دقائق على نهاية أحداث هذه المواجهة، ما زالت تشير إلى تقدم البرازيليرو على الفريق الإيراني الذي استنهض همم الجماهير الموجودة في صالة رياضة المرأة. على وعسى يأتي معها التعادل، بالتأكيد الفريق البرازيلي يحتاج لهدف واحد الليلة حاليا ليحسم الأمور تقريبا في المباراة قبل أن يفاجأ مثلا بتعادل إيراني ممكن. نزري، وصلت كرة سهلة في حضن حارس المرمى، هجوم عبر الجهة اليسرى محاولة التقدم. باسكول وصلت إلى فينيسيوس دياز، دياز إلى باسكول، باسكول يمرر خطيرة. الله، مصطفى نزري يمنع هجمة من أجمل هجمات في الكرة الماضية. خطير فريق الإيران، الرد والتسديد على دفعتين. ديفيد بساني يتصدى لكرة سعيد أحمد عباسي، تسديد برازيلي من جديد. بدأت حرب التسديدات على شباك نزري وبساني. شوف عادة جملة تكتيكية ولا أروع، أتت التمريرة من الرقم 15 دا سيلفا، وهنا أتت العودة لعباسي. لكن في كل الحالات كان الحراس حاضرين في الموقف والمكان المناسبين في التصدي. هجوم سريع خطير، تمرير ممكن، التعادل. ضاعت الكرة وطالت، ضاعت الكرة وطالت. تبعد إلى خارج أرضية الملعب. استلام موجود، خطير التمرير، تقطع، تقطع الفريق الإيراني 2-2. ممكن هجوم، ممكن التسديد. الله، تسدد الكرة في اللقطة الماضية لعلي رضا فافاي صاحب الهدف الأول في المباراة للفريق الإيراني. لكن تصدي بساني حاضر، باساني بالتصدي حاضر. عاد الخلف، فهيد شمسي تصطدم، دائما ما يفكر بالتسديدات فهيد، حله الأكبر دائما إطلاق التسديدات على الشباك البرازيلية. كارلوس باربوزا يعرف مثل هذه البطولات، هذه الأجواء،
انتر موفي ستار وبرشلونة يعرفون أيضا مثل هذه الأجواء، لكن بقية الفرق أجواء بالتأكيد جديدة عليهم. هنا الكرة من جديد، باساني من فهيد بالراس، استلام برازيلي سريع. يحاول المرور، يسدد، أحضان حارس المرمى مصطفى نزري من الرقم 15 دا سيلفا. نزري دائما يلعب الكرة سريعا. أقل من 9 دقائق على النهاية، المواجهة الإيرانية ما زالت مستمرة. ولا أهداف انعدمت منذ بداية الشوط الثاني الذي شهد هدفين لكلا الفريقين. أصبحت من 2-1 إلى 3-2 للفريق الفرنسي. سالم عيد ما شاف الكرة الماضية، كان فيها لمسة يد واضحة على بيجولي. 3-2 خطير البرازيليين خارج أرضية الملعب. العصابة ماركوس خافيير وأيضا أمير شامسي. مباراة الأمل والخلاص في المجموعة. استلام موجود، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ميت مرمى في الجهة اليمنى، برشلونة في الصدارة للترتيب. 6 نقاط، بعد ذلك سيأتي دينامو كييف ب3 نقاط، والفائز الليلة سيحصل على 3 نقاط. يبدو حتى اللحظة كارلوس باربوزا ثم يتصاحب المركز الأخير في المجموعة بلا نقاط. تغيير جديد في بطاقة صفراء، في بطاقة صفراء على إدواردو رياس. إدواردو رياس مستغرب لماذا أحصل على بطاقة صفراء. يبدو أن يحدثون عن التغيير. سالم عيد بدنا يشرح سبب البطاقة الصفراء. 4 أخطاء على كل الفريقين. يلعب كرة خطيرة الفريق الإيراني، تقطع تذهب خارج أرضية الملعب. هنا في هذه المجموعة في شوطها الرابع، برشلونة هزم باربوزا 3-2، واليوم هزم دينامو كييف 3-2. توقع الكرة سريعة، والتسديد الفريق الإيراني تصطدم العارضة. خطير الفريق الإيراني، كان من الممكن أن يأتي التعادل، كان من الممكن أن يأتي التعادل. مجموعة 3-2، تسديد الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. حتى اللحظة 3 نتيجة من 4 مباريات تنتهي 3-2. تلعب خطير الفريق الإيراني، العارضة القائم الأيمن يتصدى، تضيع فرصة التعديل. الحظ يقف في وجه الفريق الإيراني. مباراة تشهد إثارة، صافرة سالم عيد حاضرة، اللاعبين الإيرانيين يعترضون، زهير شامسي موجود، قرار حاضر وواضح، واعتراضات أمير شامسي هناك. كانت المطالبة أيضا بركلة جزاء، عدة اعتراضات في آن واحد على عدة قرارات على سالم عيد وزهير الشامسي. عدة قرارات والاعتراضات حاضرة، وبطاقة صفراء على القائد فهيد شمسي. بعد أن غادر أرضية الملعب يتلقى البطاقة الصفراء. خطا موجود، شوف هنا فهيد شمسي ويتحصل على البطاقة الصفراء.
اذا يسجل هدف وتنتهي المباراه 4-2 اعتقد فارق هدفين سينفرد بالمركز الثاني بفارق الاهداف عن دينامو كييف. تمرير موجود تذهب الى خارج ارضيه الملعب ركله تماس. السد رياك خسر من برشلونه مثل ما عرفنا. كارلوس بربوزا خسر من دينامو كييف. دينامو كييف تتبقى له مباراه مع تاسيسات برشلونه مع كارلوس بربوزا ما راح تكون سهله. الكره تذهب الى خارج ارضيه الملعب. يستلم 5 على 5 كارلوس بربوزا فاز 3-2 فايز 3-2 حاليا خاسر المباراة الأولى 3-2 دينامو كييف أيضا 5 على 5 فايز 3-2 أيضا يوم خاسر 3-2 لكنه يعني لعب مع برشلونة وفريق كارلوس بربوزا حتى اللحظة لم يلعب مع برشلونة. استلام موجود الى الخلف ديفيد مساري. مباراه فيه 5 أخطاء اصبحت على الفريق الايراني خطا واحد يعني ركله جزاء. تذهب الكره والطول من حسين طيب بيت جوني. اخر دقائق لهذه المباراه غير سهلة على كل الفريقين اللي سالتها لحظات من التوتر والاعتراضات التحكيمية. كرة ما زالت التمرير تغطية أمام الحارس مصطفى نزري. يتألق نزري رغم الأهداف خبرته الكبيرة. وسط كرة خطيرة هجوم سريع الفريق الإيراني تدخل بشكل مناسب إبعاد الكرة إلى ركلة تماس. أبو القاسم جي وسط لابو القاسم. جي ينقل الكرة للجهة اليسرى بهالطريقة. جي تخصصت خطيرة فهيد أو الكرة الماضية كانت من نصيب بيت جولي. يسعى الليلة للحصول على أول نقطة في الانتر كونتيننتال فوتسال. إلى خارج أرضية الملعب ركلة تماس تبعد بهذه الطريقة. أكيد لا يريد مغادرة بطولة القارات بدون أي نقطة. الكابيتانو أروغو لم يستريح فهيد. استراحة المحارب تلعب الكرة وتو سريع عبر الجهة اليمنى عكسية. يا سلام يا نزر يا سلام يا نزر. يتألق في التصدي للكرات. تلعب الكرة الخلف أروغو في الاستلام كيفن فارياس. عارين كيفن فارياس أروغو ولدينا دا سيلفا دينير وموريلو ساد هم الموجودين في أرض الملعب. وصل الحارس في التمرير. استلام موجود عبر الجهة اليسرى محاولة التوغل سهلة في إعطاء حارس المرمى. المباراة تسير بالطريق الصحيح بالنسبة لكارلوس بربوزا حتى اللحظة. 3 أهداف مقابل 2 قبل ختام حاسم لدور المجموعات حين يقابل برشلونة فيما سيقابل دينامو كييف فريق تأسيسات. عادت الخلف ما راح تكون سهلة بالنسبة لتأسيسات بكل تأكيد. ويبدو لدينا الوقت المستقطع ممكن يكون موجود او التغييرات ممكن تكون موجوده. دفع بالرقم 10 حاليا اللاعب ماجد رئيسي يحمل حاليا القميص رقم 10 لكن بلون غير لون القميص حارس. هذه تعتبر في كرة قدم الصالات تكتيك يسمى بالباور بلاي. اللاعب يلبس قميص وينزل كأنه لاعب خامس في التشكيلة. يجب أن يكون هناك حارس لأن النزري ليس لاعبا
فبالتالي رقم 10 هو من يتولى دور حراسة المرمى لكن في مكان آخر في الملعب من أجل إيجاد زيادة عددية. 5 لاعبين أصبحوا ضد 4 في المنطقة، 4 وحارس و5 ضدهم بدون حارس أو ما يعتبر حارس ماجد الرئيسي. خطيرة تذهب إلى خارج الملعب الآن، عليه أن يسرع ليغير سريعا مع نزري. المرمى خالي لك الكرة طول وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة تماس، عليه يغير المنطقة المخصصة. الموضوع مو سهل بالنسبة للنزري، مو يطلع مثلا من وراء الملعب، الموضوع ليس بذلك بتلك السلاسة، مو من أي مكان، لازم المكان المخصص. 5 أخطاء ب5. تلعب النزري طويلة في الاستلام خارج أرضية الملعب من حسين طيب بجون. تكنيكات معقدة ومتبعة تعتمد بشكل كبير على اللياقة البدنية الرائعة للاعبين، على سرعة التحرك والتسديد من الحارس. الله، ضاعت فرصة الرابع. ديفيد باساني أسست في اللقطة الماضية، تشوف اللعب بهذه الطريقة بالرأس في القائم من دانير دا سيلفا، في القائم الأيمن كاد أن يسجل هدف الانتصار والحسم. فهيد شمسي هو من يقود الهجمات، تمرر إلى رقم 6 محمد رضا الزنقبيدي. سانقسيبدي المدافع في التمرير، خطيرة ممكن الثالث تصطدم وتذهب إلى ركلة تماس لدى ماجد رئيسي. رئيسي للخلف محمد رضا، فهيد عادت إليه محمد رضا. فهيد مرة أخرى، ما زال يحتضن الكرة كثيرا. 3 دقائق أخيرة، التسديد ديفيد باساني، المرمى الثاني. ماجد رئيسي يتدخل وفيها كبس وفيها ركلة جزاء. هل هذا هو الخطأ السادس؟ ما الذي سيحصل؟ فيها بطاقة صفراء، بالفعل بطاقة صفراء على ماجد رئيسي. ضربة حرة، شوف دخول ماجد رئيسي. وان رئيسي يخرج إلى خارج أرضية الملعب. تلعب الكرة، تلعب الكرة إلى ديفيد باساني، طويلة من حارس المرمى على الجميع مصطفى نزري. ركنية تصطدم وتذهب إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى، ركنية جديدة. للبرازيليين كارلوس باربوزا أسوسياو، وأنا في مواجهة التأسيسات الدريائي. يلعب الكرة طويلة خلف المدافعين، التسديد خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية جديدة للبرازيليين. صافرة الوقت المستقطع، ما الذي يحدث في أرضية الملعب؟ اعتراضات، كرة كانت ضربة مرمى. البرازيل هم الذين يعترضون حاليا على حكم مباراة زير شامسي. اعتراض مستمر لكل الفريقين. وصل الفريق الإيراني تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة تماس، استدعاء سالم عيد من قبل الميقاتي مارك بيركت. والاعتراضات المستمرة والأحاديث بين الحكام حاضرة. سبت
تلعب ركلة تماس صالح الفريق البرازيلي. الأحاديث الكبيرة ونتائج المباريات الأخرى. هناك أيضا مباراة في المجموعة الأولى ديفيد باسالي سعيد. أسس ديفيد باساني، موريلو ساد في المكان والتوقيت والزمان المناسبين ليسجل رابع أهداف الفريق البرازيلي، تصبح كارلوس باربوزا 4 تأسيسات درياي 2. فرحة برازيلية طاغية في المدرجات لمحبي التأسيسات أو لمحبي كارلوس باربوزا، والتأكيد الحزن هو من نصيب متابعي التأسيسات. هناك انتر موفي ستار بنفيكا في صد علي بن حمد العطيه، نتيجه 1-1. فيما هنا يتالق الكارلوس باربوزا ويعيد امجاد الزمن الجميل لهذا النادي. برازيلية فرحة بالانتصار. سعيد شمسي محاولات لم تثمر عن التعادل، وساد جعل أجواء الفريق الإيراني الساد بعد خسارة ثانية في هذه البطولة. لا موجود، تقطع كرة من هي هجومية سريعة خطيرة، ممكن الوصول في المرمى والتألق. جول ثالث، الفريق الإيراني لا يستسلم. جول عاصم محمد رضا هو من ينجح في إحراز الهدف الثالث. نعم، هدف ثالث، هدف ثالث في شوط المباراة الثاني. 4-3، دقائق أخيرة في غاية الإثارة. تأسيسات لا يستسلم، يحاول تسجيل إذا ما أتى التعادل. أوه في هذه الثواني الأخيرة أكشن وقمة إثارة كرة الصالات راح تحضر في الدقائق الأخيرة. مؤازر الإيراني حاضر الآن، ليس لدى الإيرانيين ما يخسرون. فهيد شمسي تشوف باور بلاي في الدقائق الأخيرة، كرة تبعد إلى خارج أرضية أركتناس. آخر مصطفى نزر يتألق، يرمي الكرة في اللاعب إلى صاحب الهدف الثالث محمد رضا، ينطلق المرمى الأول والثاني. فهيد خطير، فهيد ممكن رابع، فهيد يستلم، تقطع من الفريق البرازيلي، تلعب تذهب إلى خارج أرضية الملعب. آخر ثواني، هذه اللعبة ما فيها وقت ضايع أساسا، هم يوقفون اللعب عشان ما يكون في وقت ضايع، وبالتالي أقل من أو أكثر من دقيقة بثلاث ثوان على النهاية. كرة اللاعب كارلوس باربوزا خلف المدافعين، استلام موجود، كنترول رائع لكن ترد بعد من الدفاع بعد ان طالت الكرة على لاعبي باربوزا. هجوم عبر الجهة اليسرى، تذهب الى خارج الملعب في ظل المطالبات بخطأ. هجوم سريع، عاد الخلف، التمريرات حاضرة، أوروغو في مواجهة ال 14 أبو القاسم جي. فهيد ممكن يسدد، يسدد، الله، ديفيد باسيني ينقذ المرمى من تعادل محتمل للفريق الإيراني. آخر 20 ثانية، عاد الكرة الخلف، ممكن يسدد، يا محمد يتحصل على ركنيه جديده لتعادل الفريق الايراني. فهيد يمر يسدد كره تصطدم،
تذهب إلى ركنية أخرى. خلاص ثمان ثواني تلعب الكرة القائمة بعيدتهم عدد الفريق البرازيلي يحتفظ بالكرة طويلة خلف المدافعين. خامس ممكن جول خارج أرضية الملعب لعبة الكرة تأتي معها صافرة النهاية من حكم المباراة سالم عيد يعلن عن انتصار البرازيلي الثمين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب تأسيسات دريال الإيراني. سجل الأربع أهداف برونو دياز هدفين، رافائيل دو سانتوس، موريلو ساد مقابل ثلاث أهداف لفريق تشيلسي، ومحمد رضا وعلي رضا بافاي. كان معكم في نقل أحداث هذه المباراة محمد السعدي، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل العودة بالكلمة والصوت والصورة للزميل خالد محمد للحديث عن أجواء هذه المباراة وبقية المباراة. أبو محمد إليك الكلام. Yeah.